استعداد لشهر رمضان كما تفضل شيخي سيدي إبراهيم، قال هناك من يستعد بعادات سيئة، وأغلبنا مع الأسف الشديد يستعد لرمضان باقتناء الأواني. يعني لو كان نروح وشوفوا الآن من حوالي شهر أو قبل شهر إلى يومنا هذا، وما زال تتوالى الأيام حتى ليلة رمضان، والناس تستعد باقتناء هذا معون للجاري، وهذا معون مش عارف شي يدير فيه السحور، وهذا معون للحوت، وهذا معون المهاذيك الأخرى، وهذا تاع الملسوقة، وهذه العادة خارجة، وعاد اللون هذا ولا ديمودين نشروا اللون الآخر. يعني مصاريف ما أنزل الله بها من سلطان، الأواني الأخرى والراحة، كأنهم ما كانوش يأكلوا يعطيك الصحة، كأن الناس ما كانتش تأكل قبل رمضان، كان كيجي رمضان باش يبدو يأكلوا. يعني يولوا نوع ويصنفوا وينوعوا. علاش مش هالوقت هذا في عوض هالمال هذا باش نضيعه، يا أما ندير به حاجة مهمة، يا أما نخليه إلى رمضان حتى أستعد لرمضان كي أطعم الطعام. لأن في رمضان من 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 نبينا محمد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. يعني كان وحتى الصحابة بكري كانوا يدعون بعضهم، كان كيف ما يجي حتى واحد للحوش يهز ماكلته وروح يفطر في الجامع باش يقسم ماكلته. كانوا يقدسوا خاصة، وقدروا ياسر خاصة هالشعيرة هذه، هالصفة الطيبة هذه تاع إطعام الطعام في رمضان. إطعام الطعام فطر صائما فله أجر ولا ينقص من أجره شيء. أيوة الله يبارك فيك إن شاء الله. يعني شوف استعدادنا لرمضان نستعد بالأواني فقط، لا يا سيدي، نستعد إلى رمضان بأن نتقوت ساعة. معليش يتقوت، هذه من 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 صفات المؤمن أنه يتقوت باش يحضر روحه إلى الصيام، لكي يأتي بشعيرة الصيام على أحسن وجه، ولكي يأتي إلى القيام على أحسن وجه. في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي حديث آخر من قام رمضانا في إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما شاء الله.